السلام عليكم ورحمة الله. بالإضافة إلى ألم الغربة ومعاناة عدم الاستقرار في بلد النزوح والاغتراب، يعاني اليمنيون من تقصير الجهات الرسمية عن القيام بواجباتها نحوهم. حتى مطلع مارس المنصرم استلم نحو 180 ألف يمني من حاملي هوية زائر جوازاتهم من إجمالي 460 ألف مغترب جرت تسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار ملكي سعودي صدر تقديراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن. في 29 من مارس أعلنت السلطات السعودية بدء حملة أمنية تحت عنوان وطن بلا مخالف التي دشنها ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وحدد 90 يوما مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم. 14 يوما انقضت من عمر المهلة وما زال أكثر من 200 ألف يمني من حاملي هوية زائر بدون جوازات لأسباب غير مفهومة. تشمل الحملة وفقا لمصلحة الجوازات السعودية كافة المخالفين بمن فيهم مخالف الإقامة والعمل الذين دخلوا بتأشيرة عمرة أو حج أو عبور وبقوا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أولئك الذين لم تمدد إقامتهم من حاملي هوية زائر. كل ذلك أثار مخاوف المغتربين اليمنيين من الترحيل في ظل وضع أمني وحالة حرب تداعياتها لم تعد خافية على الجميع. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش مخاوف المغتربين من تداعيات حملة وطن بلا مخالف والدور الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة لتدارك التبعات القانونية. سيكون معنا عبر السكايب من فيينا الناشط الحقوقي توفيق الحميدي، وعبر الهاتف من الرياض المتحدث باسم مصلحة الجوازات السعودية الرائد طلال الشلهوب، وعبر الهاتف من جدة سلمان الشريف الناشط والمهتم بشؤون المغتربين. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ توفيق الحميدي الناشط الحقوقي من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أخي الكريم لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ توفيق. في البداية، كيف تنظر لهذه الحملة التي أطلقتها السلطات السعودية وآثارها على اليمنيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم. أولا في البداية نحن أريد أن نؤكد على أمر مهم، وهي أن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة ومن حقها أن تسن التشريعات والقوانين التنظيمية سواء المتعلقة بالعمل أو بحركة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لغاية سواء كانت هذه الغاية أمنية أو تنظيمية أو غير ذلك. لكن مع ذلك نحن نرى أنه يجب أن ليس فقط بحكم المملكة العربية السعودية دولة كاملة السيادة وعضو كامل العضوية في الأسرة الدولية، يجب أن تكون هذه القوانين والتنظيمات متقيدة باتفاقيات وحقوق الإنسان خاصة المتعلقة للعاملين والأجانب بشكل عام. هذه الحملة نحن ننظر لها من شقين، هنالك شق إيجابي لا يمكن لأحد أن ينكره، خاصة القضايا المتعلقة بالإعفاءات بتصحيح المخالفات إلى غير ذلك. نعم. لكن نحن ننظر في حقيقة الأمر إلى جزء آخر من هذه الحملة، وهي التوقيت خاصة لليمنيين المقيمين اليوم داخل المملكة العربية السعودية، سواء الذين المقيمين بفيزا زائر او غير او فيزا حكوميه، او حتى الذين لديهم اقامه عبور من اجل الانتقال الى دوله اخرى. اغلب هؤلاء اخي الكريم دفعتهم ظروف الحرب في داخل الجمهوريه اليمنيه لان يتركوا الاراضي اليمنيه ويغادروها الى المملكه العربيه السعوديه التي اصبحت اليوم جزء تقود التحالف العربي للسعاده الشرعيه في الجمهورية اليمنية بعد طلب الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، وبالتالي كثير من هؤلاء سيتضررون بصورة كبيرة وبصورة أخرى، خاصة الذين لا يستطيعون
أن يوجدوا حلول سريعة، لأن كثير من الذين لديهم يعني فيزة عبور وهم لا يستطيعون في حقيقة الأمر أن يعبروا خارج المملكة العربية السعودية، وعودتهم لليمن محفوفة بكثير من المخاطر. كذلك أيضا الذين لديهم يعني فيزة عامل أو فيزة لا يستطيعون أيضا نقلها، وفي إشكالية كبرى سيخرجون أيضا خارج اليمن. أنا أقول اليوم كثير من الناس سيتضررون، لأن كثير من الأراضي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي اليوم، الكثير لديهم مواقف سياسية من هذه الجماعة، الكثير لديهم، هؤلاء سيتضررون، ربما تتعرض حياتهم للخطر. نحن ننظر لهذا الجانب بصورة أخرى بصورة أخرى، لأن الاتفاقية الدولية تراعي أن يكون هذا الإنسان أن يحفظ حق الإنسان في الحياة، حقه في الأمن، حقه في كذا، وبالتالي جاءت اتفاقية حقوق اللاجئين. اليوم الإنسان اليمني الموجود داخل المملكة العربية السعودية لم يرتقي إلى مستوى لاجئ كما هو في الاتفاقية في الدول الأوروبية، بمجرد أن يضع قدمه داخل هذه الأراضي أصبح لديه حقوق اللاجئين، وتسري عليه اتفاقية 56 المتعلقة باللاجئين، وبالتالي نعم. أصبح في هذا الوضع بين هذا الوضعين الحقوق. وبالتالي نحن ننظر لهذه المخاوف بصورة جدية. كثير من الناس الذين ستتوقف العمل بالفيز ربما لن يذهبوا إلى المدارس، ربما لن يستطيعون الذهاب إلى المشافي، ربما يعني هنالك قصاص وهنالك حالات أكيد 100% ستتضرر. نحن ننظر نوجه أو نقول أو يعني نطلب من المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة الجمهورية اليمنية واحتضنت الشعب اليمني منذ كثير منذ وقت طويل، أن تجعل لليمنيين حالة استثنائية، خاصة في هذه المرحلة في هذا التوقيت بالذات حالة استثنائية، ما دام الذين يعيشون تحت الأراضي في أراضي الجمهورية عفوا أراضي المملكة العربية السعودية لم تثبت عليهم أي تهم جنائية أو ما يهدد الأمن المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أنه يجب إعادة النظر خاصة لهؤلاء بصورة استثنائية، واليمنيون في حقيقة الأمر هم ينظرون بهذا المنظور للمملكة العربية السعودية كأخ كبير بالنسبة لهم. أستاذ توفيق، ما قدمته المملكة العربية السعودية من تسهيلات لليمنيين وفتحت لهم يعني كما تعلم ما يقارب أكثر من 2 إلى 3 مليون يمني متواجدين في السعودية، أليس كافي؟ لا، نحن لا نقيم الوضع كافية، المملكة العربية السعودية قامت بواجب كبير لا يمكن لأحد أن ينكره. أنا أقول كثير من اليمنيين اليوم ما يقارب 400,000 فيزا حكومية أو 200,000 فيزا حكومية إلى غير ذلك، لكن نحن ننظر اليوم من منظور حقوق الإنسان للتوقيت التي سيتضرر منها كثير من اليمنيين. هؤلاء هنالك كما نعلم أو كما وصلنا هنالك بعض الإجراءات فيها نوع من الصعوبة، خاصة السياسيين الذي يجب عليه أن يذهب أن يأتي بورقة معينة من الجهة التي كفلت. حدث نوع من الفساد من قبل الحكومة اليمنية ببيع وشراء فيز متعلقة بالفيز الحكومية وبيعت لغير أهلها، وبالتالي هؤلاء سيقعون في مأزق. هنالك إشكالية في المتعلقة بفيزة الزائر الذين والمتعلقة بإشكالية مع الكثير إلى غير ذلك، هذه إشكالية كبرى. نحن لا نقيم وضع المملكة، تقييم عمل المملكة العربية السعودية سواء من الجانب الإنساني أو من جانب الأخوة مع اليمنيين منذ تاريخ طويل هذا أمر مفروغ منه، لكن نحن نتكلم اليوم عن ظرف حساس وظروف استثنائية تعيشها الجمهورية اليمنية. هنالك أسر ستتضرر، وأعتقد أن الجميع شاهد المرأة اليمنية التي اتصلت لمدير الجوازات وذرفت دموعها عن حالة مأساوية ستلاقيها أسرها، وهي وهناك كثير أخي الكريم لدي من الحالة التي تواجه يعني ظرف إنساني كبير. وبالتالي نحن ندعو من هذا الجانب إلى تفعيل جانب حقوق الإنسان خاصة في هذا الظرف. طيب، لأنه الأمر سيتضرر منه كثير، ربما تعرض حياتهم للخطر إذا خرجوا من داخل المملكة العربية. نعم أستاذ توفيق، تكرم بالبقاء معي. وينضم إلينا الآن المتحدث باسم الجوازات السعودية الرائد طلال الشلهوب. مساء الخير سيادة الرائد، أهلا بك معنا في بلقيس وشكرا لتعاونكم معنا. حياك الله، وأنا رفتي مقدم حاليا وليس رائد. مقدم حاليا، أهلا وسهلا بك. إذا إن شاء الله الشباب يعدلوا الصفة. إذا سيادة المقدم، في البداية ضعنا بصورة حملة وطن بلا مخالف، ومن يعني سيستفيد من هذه الحملة ومن سيتضرر منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت المديرية العامة للجوازات المملكة العربية السعودية بتلقية تودي سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنهاء إجراءات المخالفين لحملة وطن بلا مخالف
في يوم الأربعاء الموافق 1/7/2030 الموافق 26/3/2017 عبر أكثر من 50 موقع جهزتها المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات مخالفي نظام الإقامة ومن الحدود، وشملت تلك المواقع إدارات الوافدين وجوازات المناطق كذلك المنافذ بمختلف أنواعها جوا وبرا وبحرا. بسؤالك من المستفيد، والمستفيد كل مخالف يقيم على أرض هذه المملكة، المملكة العربية السعودية، قبل الإعلان عن المهلة التي هي في تدشينها 20/6، نعم، ومنذ بدايتها 1/7، بمعنى أنه من كان مخالفا لنظام الإقامة والعمل ويستفيد من الفئات المستفيدة قبل الإعلان عن المهلة يستفيد من المغادرة للعودة بشكل نظامي مرة أخرى على صاحب عمل جديد، ويستفيد من الإعفاءات من الرسوم والغرامات المقررة عليه، وكذلك بصمة مرحل ولا ترى مترتبة على البصمة. نعم نعم سيادة المقدم، ذكرت نقطة ربما في غاية الأهمية، منهم يعني لديهم مشاكل عليهم أن يغادروا ويدخلوا بصورة رسمية. الآن كما تعلم ربما اليمنيين لهم وضع خاص بسبب الأزمة وبسبب الحرب، هل هناك أي استثناء لمن يحملون الجنسية اليمنية؟ حملة وطن بلا مخالف لا يوجد فيها أي استثناء لأي جنسية مخالفة. من كان مخالفا يجب أن يستفيد من المهلة والمغادرة، من المغادرة من تلقى نفسه بالمغادرة، ومن ثم العودة بشكل نظامي ليستفيد من الإعفاءات المقررة لهذه الحملة، الإعفاء من الرسوم والغرامات، كذلك العودة بشكل نظامي. أما فيما يختص بالجنسية اليمنية، وسمعت جميع الضيف اللي معك حييك معك قبل قليل، نعم، تتحدث عن المخالفات المتخصصة باليمنيين والوضع نعم. المملكة العربية السعودية وزيرة الداخلية سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وإلى أحمد وزير الداخلية قدم تسهيلات للجنسية اليمنية، من ضمنها تم تصحيح وضع أكثر من 500,000 نعم مقيم يمني يقيموا بالبلاد بطريقة غير نظامية، ومنحهم هوية زائر، وسمح لهم بالعمل، وسمح لهم بالعلاج، وسمح لهم بالدراسة، وتجدد هذه كل 6 أشهر. كذلك إضافة المواليد من المقيمين منهم من جاء له مولود ويتم إضافتهم مباشرة بدون إحضار جواز. نعم نعم ويجب نعم سيادة المقدم التمديد لهم. نعم. بعد ابنك خلني أكمل لك نعم. صورة واضحة للجميع. نعم. التمديد القادمين للتأشيرات الزيارة التمديد لهم حتى انتهاء أوضاع اليمنيين، من القادمين تأشيرة عبور تم السماح وإعفائهم من رسوم والبصمة سابقا، وتم تحويل الزيارات لشخصية من زيارة مرور لزيارة شخصية مؤقتا. جميع تلك التسهيلات يجب أن يستفيد منها الجالية اليمنية المقيمة في المملكة العربية السعودية، ولا يبقوا مخالفين. من كان مخالفا يتحمل إثم المخالفة ولا يفرط، لديه تسهيلات يجب الاستفادة منها. من كانت هوية زائر منتهية يجب عليها الذهاب للمستضيف أو تغيير المستضيف في حال رفضه تمديد الزيارة الخاصة به. نعم. أما الانتظار للمخالفة ووضع الأمر على أسباب أخرى هذا لا يصح. نعم. يوجد نعم. هناك التزام ويوجد هناك حقوق على صاحب العمل، حقوق كذلك على المقيم التزام، يجب أن يتم التزام بين الاثنين، ولا نحمل صاحب العمل دائما المشكلة الطرفين. المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية لم تقصر في منح تسهيلات يجب الاستفادة منها. نعم. لكي يتم الأمور تتمشى الأمور بما هو لائق لهم. إذن سيادة المقدم هي عبارة فقط عن يعني إعادة تجديد لهذه الزيارات، وأنتم في كسلطات سامحين لمن يأتوا بتجديد كل الزيارات التي منحت لهم، خاصة من دخلوا بأرقام حكومية أو هوية زائر أو ما شابه ذلك. بغض النظر عن نوع الزيارة، من كان قادما للزيارة زيارة حكومية أو شخصية أو عائلية، إذا أحضر خطاب من الجهة المستقدمة وذكرتها في أكثر من موقع يمني وأكثر نعم. من قناة يمنية نعم. من أحضر خطاب من الجهة المستقدمة التي استخدمت المملكة العربية السعودية للتمديد سوف يتم التمديد له مباشرة وفق الضوابط. لم يقفل باب التمديد لتوجيهات سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عزيز ولي العهد نائب وزير الداخلية بالتمديد لهم حتى انتهاء أوضاع الجالية اليمنية. نعم. ولكن وفق الضوابط، يجب الالتزام بالضوابط المحددة لكل معاملة. نعم. بإمكان التأشيرات عبر التمديد لهم عبر أبشر صاحب العمل، كذلك الأخوة اليمنيين المقيمين من جابوا أبنائهم أو عوائلهم عبر أبشر، من لم يخدمهم أبشر بالمراجعة التقليدية
أما البقاء مخالفين والانتظار فهذا لا يصح، ويجب أن يكونوا يستفيدوا من حمل الوطن بلا مخالف. نعم. وللعودة مرة أخرى للمملكة إذا ما ترغبوا في ذلك. نعم سيادة المقدم، يعني ربع اليمنيين يقدرون كل التسهيلات التي منحت المملكة لليمنيين. الآن المدة أعلنت عنها 90 يوم، الكثير يرى بأن هذه المدة غير كافية، وكما تعلم هناك من اليمنيين الذين يعني طالهم الأمر الملكي باستيعابهم 500,000 يمني، الآن ربما 160,000 من استلموا جوازات ومن بدأوا تصحيح أوضاعهم، العدد الأكبر لا زال بدون جوازات، ولا زال ربما المدة غير كافية حتى يتم يعني تصحيح وضعهم في المملكة. نعم، مدة حملة وطن بلا مخالف 90 يوم بدأت من 1/7/1438 الموافق 29/3/2017. أخي الكريم، أؤكد لك أن حملة حاملي هوية زال لا علاقة لهم بهذه المشكلة. من كان لديه مشكلة يقوم بالتمديد، لا علاقة لإصدار الجوازات في حملة وطن بلا مخالف. هم قدموا المملكة بطريقة غير نظامية وتم تصحيح أوضاعهم ولهم هوية زائر وتم التمديد لهم ووضعهم للتمديد. من لم يستطع الوصول إلى المستضيف بإمكان المملكة مثل مدير العام الجوازات اتاح تغيير المستضيف دون موافقة المستضيف الأول مباشرة، ومن كان عليه هروب من حاملي هوية زائر بإمكان المستضيف الجديد مراجعة إدارة الوافدين وإلغاء الهروب ما لم يكن هناك ملاحظة عليه، ونقل المستضيف إلى مستضيف آخر والتمديد له عبر أبشر، نظام أبشر مباشرة. فلا نربط المدة بعدم إصدار الجواز. إصدار الجواز لا علاقة لنا به، هذا شأن يمني تبع السفارة اليمنية ولا علاقة لنا فيه. هو حامل هوية زائر تم إصدار هوية زائر بموجب وثيقة سفر معتمدة من الحكومة الشرعية. نعم. من أتى عليه الدور أن يصدر الجواز، هناك نظام مواعيد ومواقع خاصة لخدمتهم على مختلف مناطق المملكة من قبل المديرية العامة للجوازات لتمديد هوية زائر، كذلك عبر نظام أبشر. لم يراجعنا من بعد أول تصحيح وضع لهم، لم يراجعنا أي شخص إلا لم يكن إلا لتغيير المستضيف فقط، تمديد آلي عبر أبشر. فلا نضع 90 يوما عائق. نعم. كانوا بنفس اليوم يغير المستضيف ويجدد هوية الزائر، لا علاقة لها ب 90 يوم. نعم. طيب سيادة المقدم، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث سلمان الشريف من جدة، سنطلع من خلاله ما هي المخاوف التي يعني تطالهم كمغتربين يمنيين، ونرى ما يريد أن يطرحه. تفضل سلمان، مرحبا بك. سلمان الشريف، سلمان، إذا ربما سلمان الشريف لا يسمعنا. أعود للأستاذ توفيق الحميدي عبر السكايب من فيينا. أستاذ توفيق، عدنا لك مجددا، ربما سمعت ما طرحه سيادة المقدم المتحدث باسم الجوازات السعودية، كيف تعلق على ما طرحه؟ وهل هناك من ربما مآخذ أو نقاط ربما تريد توضيحها لسيادة المقدم؟ تفضل. المخاوف واضحة أخي الكريم، هنالك تحديد واضح لحياة كثير من الناس، هنالك بسبب هذه الإجراءات والذين سيدخلون بعد 90 يوما في إطار أو داخل حزام المخالفة ستكون حياتهم مهددة بالخطر. كثير من الأسر، أنا لدي قصص عن أسر اليوم مهددة بالخروج من داخل المملكة العربية السعودية ولديها ما يقارب 30 عاما. كثير قضايا، هنالك إشكالية في نقل الكثير من كثير إلى آخر، هنالك إشكالية، الكثير لا يجدون كفلاء جدد، وربما هنالك إشكالية في نظام أبشر كما نتحدث عن كثير من الناس. هنالك كثير من الطلاب والطالبات توقفت دراستهم بسبب انتهاء الإقامة لديهم، ربما لا يستطيعون الذهاب للمستشفيات. أخي الكريم، نحن نتحدث عن حقوق يجب أن تصان للإنسان في أي مكان موجود على الأرض. هناك اتفاقيات على مستوى العالم وضعت من أجل حماية المواطن، حماية الإنسان أيا كان هذا الإنسان. اليوم الإنسان يخرج من سوريا وربما من اليمن ربما من أفغانستان، يعبر البحار والصحاري ويصل إلى داخل أوروبا ويحصل على كافة حقوقه، يحصل على الحق الصحي، يحصل على حق الإقامة، يحصل على حق المساعدة، يحصل على كافة هذه الحقوق. نحن نتحدث اليوم عن إنسان عن أناس أو خرجوا من الحرب سيطالهم الموت، القتل، غير ذلك، ولا يجوز إعادة هؤلاء الأشخاص بموجب الاتفاقية الدولية، حتى لو كانت هؤلاء الأشخاص يشكلون
يشكلون تهديد حقيقي، وعلى الدولة التي وعلى هذه الدولة أن تبحث عن دولة بديلة عن لوطنهم إذا كان وطنهم يمثل خطر. هذه اتفاقيات واضحة في هذا الأمر. حدثت أن هنالك محكمة الدستورية لأحد الدول الأوروبية أصدرت حكم بإسقاط اللجوء لأحد الأشخاص، وخاطبت هذه الدولة عدة دول من أجل استقباله لكنها رفضت بالأخير والتزمت أن يبقى في أنها رغم أنه يشكل عليها خطر. نعم أستاذ توفيق، نتحدث أخي الكريم، نحن نتحدث عن حقوق الإنسان. المملكة العربية السعودية قامت بأشياء كثيرة متعلقة بالجانب الإنساني، المتعلقة خلال الفترة الماضية باستقبال كثير من الناس، لكن نحن نتحدث اليوم عن حقوق حقيقية تهدر داخل الأراضي المملكة العربية السعودية بهذا الإجراء لليمنيين الذين لا يستطيعون إيجاد كثير. ثم بعد ذلك نحن نتحدث عن أنا حقيقة أدعو الحكومة اليمنية التي هي موجودة أصلا في الرياض، الحكومة اليمنية موجودة في المملكة العربية السعودية، لابد أن يكون هنالك حوار جدي، لابد أن يكون هنالك تفاهم حقيقي لمثل هذه الأزمة، لأن خروج اليمنيين إلى داخل الوطن سيفاقم الأزمة الإنسانية، سيفاقم ربما الأزمة السياسية، ربما كثير من هؤلاء العمال العاطلين سيذهبون إلى القتال في جبهات القتال من أجل الراتب، من أجل لقمة العيش إلى غير ذلك. القضية أكبر من قصة تصحيح إلى غير ذلك، القضية فيها بعد إنساني خطير. يجب على المملكة العربية السعودية مراعاة مثل هذا الجانب. سيادة المقدم، إذن يقول السيد توفيق بأن الموضوع إنساني أكثر من أن يكون تصحيح وضع أو قوانين تريد المملكة أن تصدرها، ما رأيك أنت؟ موقع جدال هي مكرمة ملكية وإنسانية لمخالفي، هي لم تكن الجنسية، لم تحدد جنسية واحدة لكي كما هو الأخ توفيق لإيهام الآخرين. المملكة العربية السعودية وقفت مع الجميع، وزارة الداخلية قامت بتصحيح وضع حوالي 500,000 مقيم يمني كانوا يقيمون بالمملكة بطريقة نظامية، أتاحت لهم العمل، أتاحت لهم الصحة، أتاحت لهم التعليم، منحتهم هوية. لا يرد كلمة لاجئين أو نازحين كما ذكر، هم لهم حقوق وعليهم التزامات. يوجد هناك وزارة عمل تقوم بمن كانت إقامته منتهية، ويوجد أي مشكلة معه مع صاحب العمل بإمكان التقدم لحفظ حقوقه. من كان لديه مشكلة مع المديرية العامة للجوازات في نظام بإمكان التقدم لحفظ حقوقه. لا يوجد أي موقع المديرية العامة للجوازات أو وزارة الداخلية تم إنهاء حقوق أحد اليمنيين كما يريد الأخ أن يوهم. هي شأن خاص بالمملكة العربية السعودية لإنهاء إجراءات المخالفين. لأول مرة لم نشاهد في أي دولة من دول العالم أن تقوم بإنهاء إجراءات المخالفين دون قيد أو شرط، عليه المخالف أن يبادر من تلقاء نفسه للحضور وإنهاء إجراءاته مباشرة للعودة مرة ثانية للمملكة بطريقة نظامية. كيف تجعل الشخص المخالف يعني هو شخص خالف النظام، لديه نظام في المملكة يجب التقيد بالنظام، وزارة نظام الإقامة والعمل يجب أن يتقيد بالنظام والتعليمات. لا نشاهد فقط من جزء معين ويترك الأشياء الأخرى. هذا شيء سيادي للمملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية تقف جنب بجنب مع شقيقتها اليمن ومع شعب اليمن، شعب جيرة ودين وعروبة. والمملكة ليست ضد الأخوة اليمنيين داخل المملكة اللي هي معهم. ذكر أخو توفيق شيء، المرأة اللي اتصلت على سعادة مدير عام الجوازات هو في قناة اليمن في المقابلة. ونؤكد أنه من حضر بتأشيرة زيارة حكومية وأي مختلف منتهية بإمكانه أن يقوم بالتجديد الآن، ولكن وفق الضوابط المحددة. طيب سيادة صاحب عمل المستطيع المستقدم تحضر موافقة منه ويقوم بالتجديد، من إقامته منتهية حاليا بإمكان الذهاب لصاحب العمل والتجديد. سيادة المقدم، لا نضع العواقب أمام الإعلام فقط لنظهر بمظهر الأبطال يعني أمام الآخرين بالإعلام. سيادة المقدم طلال، هناك من يقول من دخلوا بهوية زائر من أصحاب العائلات الذين صادفتهم من هم مقيمون في المملكة العربية السعودية أو بأرقام حكومية يمنعوا من العلاج بالمستشفيات ويمنع أولادهم من الدراسة. أخي الكريم، هل لديك حالات بنفسك وقفت عليها؟ أم هو حديث إعلامي فقط لإملاء البرنامج برد وسؤال؟
مع احترامي لك أستاذ الكريم. نحن سيادة سيادة المقدم حريصون حريصون منك حريصون حريصون نحن في القناة عشان تنقلوا الصورة الحقيقية فقط. الجوازات. نعم. أستاذ الكريم أستاذ الكريم. نعم. أستاذ الكريم. حامل هوية زائر يحق لهم العلاج والعمل وكذلك تم تصحيح أوضاعهم. يعني لما أذهب وأؤكد لك هذا الشيء تذهب وتعطيني سؤال وتقول لم يعمله ولم ولم ولم. نعم. هل هذا يعقل؟ ما يعني هذا ما وصلنا ونحن احنا نحن بدورنا سيادة المقدم. لا يا سيادة المقدم نشكر تعاونك معنا ونحن ننقل التساؤل. انقل التساؤل وانت لك حق الإجابة. نعم التساؤل. هل انت ملم بهذا التساؤل بشكل كامل؟ من خلال اطلاعنا وتواصلنا مع بعض المغتربين في المملكة هم من ارسلوا شكاواهم لنا ونحن قدمناها لكم. استضفتني معك. نعم. طيب استضفتني معك للحديث عن حملة وطن بلا مخالف او انا ممثل لوزارة الصحة؟ سيادة المقدم فعلا أمثل المديرية العامة للجوازة. ذكرت لك أنه من ضمن المكرمة الملكية تصحيح الأخوة الأشقاء وتم السماح لهم بالعلاج. نعم. والعمل وكذلك منعهم هوية مقيم هوية زائر للعمل وتم السماح لهم بهذا الشيء. نعم. طيب سيادة المقدم فلماذا تفضل. نعم سيادة المقدم من عليهم بلاغات ترحيل من الكفلاء بلاغات هروب هؤلاء ما هو وضعهم وكيف ستتعاملون معهم في ظل هذه الحملة؟ أخي الكريم وضحت لك من أول يستفيد من الحملة القادمين بتأشيرة حج وعمرة وزيارة ومرور بالذهاب مباشرة إلى المناسب للمغادرة ما لم يكن لديهم ملاحظة ولديهم وثيقة سفر. نعم. من إقامته منتهية أو لم يصل له إقامة اللي هي هوية مقيم بإمكان صاحب العمل منحهم تأشيرة خروج نهائي مباشرة من نظام أبشر ومقيم والمغادرة مباشرة عبر منافذ المملكة. نعم. لم يتجاوب صاحب العمل بإمكانهم أخذ موعد والمراجعة في المواقع ليتم إنهاء إجراءاتهم مباشرة. نعم. ومنحهم تشفر النهائي والمغادرة قبل انتهاء 90 يوما. لا توجد هناك حلول. القادمين خلني أكمل لك. أكمل. نعم. القادمين بتأشيرة القادمين من عليهم تغيب عن العمل ومن قام بالحج من تصريح كذلك المتسللين عبر للمملكة يراجعون المواقع ويتم تأشيرة نهائي والخروج مباشرة والعودة بشكل نظامي. نعم. أرجو عدم تحديد أي جنسية. أنا حديثي معك عن حملة. نعم. وطن بلا مخالف. نعم. نعم. لجميع الجنسيات. نعم. بدون تحديد الجنسية وهذا كان حديثي معك. نعم. نقدر تفهمك وتعاونك معنا سيادة المقدم. هل من حلول لمن عليهم بلاغات يعني هروب أو تغيب من العمل أو انتهت إقامتهم في إطار المملكة بعدم المغادرة والعودة؟ هناك نظام للتغيب عن العمل لإلغاء التغيب عن العمل. نعم. للعمالة المنزلية خلال أسبوعين من تاريخ البلاغ وكذلك فيما يختص لوزارة العمل بإمكانك استضافة متحدث وزارة العمل للحديث عن ذلك. يوجد ضوابط. نعم. محددة للإلغاء وكذلك البلاغات إذا كان في بلاغ كيدي أو شيء بإمكان صاحب المتضرر بالذهاب إلى وزارة العمل والتقدم وإثبات أنه بلاغ كيدي. هناك أنظمة في المملكة لا يوجد هناك عشوائية بفضل الله تعالى. هناك نظام لوزارة العمل نظام الإقامة يكفل حق الطرفين صاحب العمل كذلك المقيم الوافد. نعم سيادة المقدم اسمح لي أن أسمع يعني أحد المغتربين اليمنيين في جدة ماذا لديه ويعني ثم أعود إليك. سلمان الشريف من جدة مساء الخير سلمان. مساء النور عليك وعلى سيادة المقدم طلال الشبوب المتحدث الرسمي باسم المدير العام للجوازات أيضا ولضيفك الكريم توفيق الحمادي. مرحبا بك سلمان. ما هي مخاوفكم؟ ما الذي تريد أن توصله للسلطات في المملكة العربية السعودية؟ تفضل. أخي الكريم طبعا أنا بدوري كمغترب يمني كلنا مع حملة وطن بلا مخالف. طبعا المملكة قدمت لنا كل المستحيل وكل التسهيلات ممثلة بجلالة الملك سلمان وولي العهد وأيضا مدير الإدارة العامة للجوازات قيادة اللواء سليمان الإحياء وأيضا أقرب الناس إلى اليمنيين المقدم طلال الشلهوب بصراحة وأقرب لنا المسؤولين السفارة ومن المسؤولين هنا المتابعين للمغتربين كان معنا أول بأول. هذه الشهادة نقولها لله يعني أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا يا أخي الكريم حملة وطن بلا مخالف هي تخص من تخلف عن الحج والعمرة ومن عليه بلاغ هروب ومن عليه بصمة حج ومن قدم إلى المملكة بتأشيرة عمل ولم يصدر إقامة
وايضا نعم. من دخلوا العبور سلمان والنور. سلمان طبعا سلمان حتى لا نكرر الكلام، ربما هذه النقاط ذكرها سيادة المقدم. انا اريد منك ماذا تريد ان تصل وما هي الهموم التي تطالكم انتم في المملكة؟ تفضل. طبعا هنالك امام المقيم اليمني معوقات، من ضمنها عدم وجود سفارة سعودية في اليمن كي يتسنى لمن يريد ان يستفيد من هذه الحملة العودة إلى المملكة بشكل نظامي بضمن الوضع الحالي. نعم. الأمر الثاني، من قدم إلى المملكة بتأشيرة حكومية وعبور ومرور أغلبهم ممن هربوا من بطش ميليشيات القوشي، وطبعا أغلبهم، أنا أتكلم عن البعض، يستحيل عودتهم في ظل الظروف هذه لعدم وجود بيئة آمنة لهم. هذه ما تصلنا الشكاوي من الناس. طبعا احنا نرفع الكلام هذا إلى حكومتنا. نعم. حكومة الشرعية وبدورها كحكومة تتقدم بمبادرة إلى الحكومة السعودية، وإن شاء الله الإخوان في الجانب السعودي هم يقدموا كل التسهيلات، بس لا يوجد نقص في الحقوق اليمنية، وأعتقد أنكم تركتوا أبواب المسؤولين اليمنيين لم يتواجد معكم شخص يتجاوب كي يدلي بدلوه بهذه الحلقة. نعم نعم. إذن المشكلة، إذن المشكلة تتعلق بالحكومة الشرعية من وجهة نظرك سلمان وليس من الجانب السعودي. الجانب السعودي يا اخي في المملكه توجد اكثر من 100 جنسيه، طبعا القانون يسري على الجميع، ولكن نحن نطالب اخواننا في المملكه، يعني الحكومه اليمنيه بصفه رسميه هي مثلا الوزير، السفير، رئيس الوزراء، يتقدمون بمبادره الى الاخوان بالجانب السعودي الذي بدورهم قدموا كل التسهيلات. طبعا الطلاب اليمنيين يدرسون في المدارس بدون استثناء، الكلام اظن المعلومه وصلت لك مغلوطه. نعم. لكن هنالك نظام لمن يريد العلاج، هنالك تامين طبي لبعض الناس، هنالك بعض الحالات تدخل مستشفيات حكوميه. الاخوان في الجانب السعودي ما قصروا للامانه طبعا. نعم. بس هنالك التقصير من الجانب اليمني الذي لم يقدم اي مبادره للاخوان في الجانب نعم. السعودي. نعم. يضعوا لهم رؤيتهم ويقول لهم ان ان ان, أن الوطن اغلب اجزاء الوطن لم تحرر، اين يذهب مثل هؤلاء الناس؟ من قدم بالعبور وبالزياره وبمرور، ومن حول العبور الى زياره. نعم. هوية الزائر، البعض منهم كسر القواعد وكسر النظام، لا نحمل الجانب السعودي. نعم. طبعا احنا نطلب من الجانب السعودي تصريح ايجاب تصريح وضع لهؤلاء الناس، من عليهم بلاغ هروب، من عليهم هذه المشاكل، ان يحاولوا ان يجدوا لنا تصريح وضع استثناء بظروف الامن. هم يقولون سلمان. نعم سلمان سلمان، سيادة المقدم كلامه واضح بان هناك الان فتحوا كل المكاتب من أجل تصحيح هذه المشاكل، وحتى من يعني لديه مشكلة يجب عليه مغادرة المملكة ومن ثم العودة بصورة نظامية وكل التسهيلات موجودة. هل هذا كافي أم ربما لكم أيضا مآخذ أخرى؟ أستاذ بشير طبعا هي جميع الجنسيات تستفيد من المكرمة هذه. طبعا البعض له بلاغ هروب ولم يستطيع أن يسافر وأن يغادر، هي فرصة طبعا. بس نعم. إحنا ككوننا كيمنيين لا توجد سفارة سعودية في اليمن كي يتسنى. إذن ربما المشكلة إذن نعم سلمان سلمان اخذنا ايضا نقطه مهمه، عدم وجود سفاره ربما هذه ايضا تساهم بشكل او باخر في عدم تسهيل المعوقات. المعوقه الثانيه استاذ بشير عشان نركز معها. نعم نعم ما هي اذكرها. المقدم طلع شوب الذي يعني شهاده لله هو من اقرب الناس المتعاون لنا اكثر من الحكومه اليمنيه. نعم. طيب المعوقات سلمان، المعوقات ما هي؟ المعوقات ان من قدم بتاشيره حكوميه وفر وعبور اغلبهم دمرت منازلهم وهم هربوا من بطن ميليشيا الحوثي. اعرف انا ناس بالاسم ملتقين لهم ميليشيا الحوثي، جرائم كبرى قد يلقوا. شكرا لك، وضحت هذه الجزئيه. هؤلاء الناس كيف نعم. يعودون الى الوطن في ظل الوضع هذا؟ نعم سلمان شكرا جزيلا لك لمشاركتك، ربما يعني المعوقات التي ذكرتها واضحه، سانقلها لسياده المقدم طلال الشلهوب، ولكن بعد ان نتابع هذه الماده المعلوماتيه الذي اعدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله، عدنا مجددا، والعودة إلى الرياض مع المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم الجوازات السعودية. سيدة المقدم، عودة من جديد معك. سلمان الشريف ذكر نقطة مهمة، ربما هي المعوق الوحيد الذي ذكر باستثناء المعوقات التي تخص الحكومة الشرعية اليمنية، فيما يخص عدم وجود سفارة يمنية ربما يسبب بعض يعني المعوقات في إعادة تقديم فيزة عمل للمملكة العربية السعودية بشكل رسمي. عدم وجود السفارة في اليمن، ما هي الحلول في هذه الجزئية؟ أستاذ بشير، الله يعطيك العافية، أول أشكر الأستاذ سلمان الشريف، الصديق سلمان الشريف، على الإطراء الجميل. هذا واجبي وعملي، أقدمه لجميع الجاليات ومنهم الجالية اليمنية العزيزة على قلبنا وقلب كل سعودي في هذه المملكة، مملكة العطاء، مملكة الإنسانية. نعم. بس أؤكد أنه ما طرحته سابقا كان غير صحيح، وأؤكده لك. نعم. أحد المقيمين المغتربين في المملكة الأستاذ سلمان الشريف، ما ذكرته سابقا. التأكيد هذا جميل سيادة المقدم. نعم نعم، التأكيد جميل لكم ولنا أيضا وللمشاهد والمستمع. أؤكد على معلومة. نعم. ذكرتها لكي تصير تصحيحها ولا تفهم بما ذكرته في برنامجك. نعم. أنه تقصير، هذا للتأكيد. نعم. وأنا ليس لا أمثل وزارة الصحة، ولكن أمثل الوطني والمملكة العربية السعودية. نعم. فأؤكد على هذا الشيء. نعم نعم. أما فيما خصوص ما يتعلق بالسفارة، هذا لا تعليق لدي، لأني أنا أمثل وزارة الداخلية، المديرية العامة للجوازات. بإمكانك استضافة. نعم. ما يختص بوزارة الخارجية للرد على سؤالك. نعم. أما بخصوص تأشيرات الزيارة ذكرتها وأؤكد عليها، من حضر لدينا في المديرية العامة للجوازات عبر فروعها وقام بإصدار خطاب من الجهة المستقدمة التي جابت من اليمن إلى السعودية. نعم. وموافقة بالتمديد، سوف يتم التمديد له مباشرة. نعم. طيب، من كان لديه بلاغ هروب أو شيء بإمكان التقدم للجهات المعنية، وزارة العمل، للتأكد من وضع البلاغ. أنت ذكرت معلومة، هناك تصريح الوطن. نعم. بلا مخالف لا يريد بها تصريح، فيها. طيب. إنهاء إجراءات المخالفين. نعم. للمغادرة والاستفادة من الإعفاءات. نعم. من رسوم. سيادة المقدم طلال. نعم. مترتبات. نعم. سيادة المقدم طلال، أيضا ربما نقطة في غاية الأهمية، الكثير ممن يحملون هوية زائر أو ممن تم تسوية وضعهم عن طريق الأمر الملكي، المكرمة الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم يعني تصحيح وضع 500 ألف يمني، هؤلاء ممنوعين من الخروج أو استقدام أهلهم أو زيارة أهلهم. البعض ربما مر عليه أكثر من 4 إلى 5 إلى 6 إلى 7 سنوات مش قادر حتى يشوف أهله ولا حتى يستضيفهم. ما الرواية الرسمية بهذا الخصوص وما هي التسهيلات؟ نعم. هوية زائر هي تم تصحيح وضع هوية زائر ليتم وبقى وضعهم بشكل نظامي داخل المملكة. نعم. كلامك بالمنع، المملكة لم تمنع أحد من الخروج من أراضيها، بإمكان حاملي هوية زائر الخروج مثل ما رغبوا، لكون التأشيرة هوية زائر سارت بإمكان الخروج مباشرة. الذهاب لمنفذ والخروج بشرط تكون سارية. نعم. سارية المفعول. نعم. بإمكان الخروج، لم نمنع أحد من الخروج، هذا شأن خاص. أما من ناحية الاستخدام هذه، فأنا بإمكانك التوجيه سؤالك وزارة الخارجية. نعم. هي المسؤولة. نعم. عن استخدام. نعم. سيادة المقدم، أنا أشكرك لرحابة صدرك وعلى يعني إجابتك لكل ما طرحنا. أيضا أنا أعرف زملاء وأصدقاء كثر في المملكة العربية السعودية من دخلوا بتأشيرة زائر أو رقم حكومي لا يستطيع مغادرة المملكة حتى يحصل على موافقة بتأشيرة متعددة بالدخول والخروج، ويحصلون عليها بصعوبة. هل هذه الإشكالية سيتم تجاوزها في حال تجديد هذه الزيارات؟ غير صحيح أستاذ الكريم، أنا أعيدها لك الآن. نعم. بإمكان القادمين بتأشيرة حكومية أو زيارة عائلية أو شخصية، بإمكانه المغادرة مباشرة دون التمديد، بإمكانه المغادرة عبر جميع منافذ المملكة. نعم. ليس فقط لليمن، بإمكان الحصول على تأشيرة الدخول لبلد آخر ليس اليمن. نعم. ليس شرط أنه لم نلزم مخالفي حملة وطن بلا مخالف بالمغادرة إلى بلدانه، بإمكان مغادرة أي بلد بشرط الحصول على تأشيرة. نعم. من البلد الذي يريد يرغب السفر له، من قدم تأشيرة حكومية إذا أراد البقاء في المملكة أهلا وسهلا وحيا الله، ولكن وفق ضوابط تمديد الزيارة، وهي إحضار جهة خطاب من الجهة المستقبلة. نعم. للتمديد له. أشكرك. كما هو مطبق على زيارة العمل وعلى الزيارة الشخصية. نعم. من لم
يحضر بإمكانه استفادة من هوية من حملة وطن بلا مخالف والمغادرة. نعم. قيد أو شرط بدون دفع أشكرك. غرامة. نعم. سيادة المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم الجوازات السعودية، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا وإجابتك على جميع التساؤلات برحابة صد. شكرا جزيلا لك سيادة المقدم. مشاهدي الكرام، أعود عودة أخيرة لضيفي عبر السكايب من فيينا، وتأخرت عليه كثيرا، الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، ربما سمعت ما طرحناه للمتحدث باسم الجوازات السعودية، وما سمعناه وفهمناه من سلمان الشريف أحد المغتربين اليمنيين في السعودية، يقول بأن هناك تقصير من الحكومة الشرعية. كيف تفسر أو كيف تقرأ عدم الاهتمام من قبل الحكومة الشرعية بمتابعة هذه الإشكالية التي تطال المواطن اليمني والمغترب في السعودية أو غيرها؟ أخي الكريم، محور أو بيت القصيد هو الإنسان. نحن نتحدث عن حقوق حقيقية. نعم. أنا أتحدث عن الإنسان الذي يجب أن يعمل، الإنسان الذي يجب أن يرى أهله، والإنسان الذي يجب أن يعيش. نحن نتكلم عن حزمة من الانتهاكات التي ستطال هذا الإنسان وتطال هذا الإنسان. أنا عندما أتحدث، أنا كنت أتمنى أن يبقى سيادة اللواء والمقدم، لأنه لدينا أسماء، لدينا قصص أنا يمكن أن أسردها بالوقائع بالتاريخ. بإمكانك أن تسرد أستاذ توفيق، وأعتقد أنه يتابعك الآن ويسمعك. نعم. نعم، لدينا شخص على سبيل المثال لا أذكر اسمه، لو منذ 30 عاما، والآن بسبب هذه الحملة مهدد أن يخرج خارج المملكة العربية السعودية، وزوجته تقدمت بطلب فسخ الزواج لأنها لا تستطيع العودة إلى اليوم، وبالتالي دمرت أسرة. أنا لدي اسم فتاة توقفت عن الدراسة في الجامعة لأنها وصلت إلى مرحلة أن يعني في زلزال توقفت وأصبحت غير سارية المفعول. لدي شخص لديه تقريبا 10 سنوات ونقل كفالته إلى شخص آخر، لكن لأن لديه بلاغ من الطرف الأول الآن مهدد بالرحيل. نحن لدينا أسماء أخي الكريم، نحن لا نتجنى على المملكة العربية السعودية، لكن أنا أتحدث أن هنالك واقع حقيقي، واقع مؤلم. الناس هناك مقيدين، لا يستطيعون يعملون لكي يقومون بواجب أنفسهم، لا يستطيعون أيضا أن يخرجوا كما ذكرت. حتى تجديد الزيارة، تجديد الفيز خاصة الحكوميين، يتطلب الخروج من المملكة ثم العودة إليها، وهذا يكلفه الكثير سواء له أو لأسرته، ونحن نعرف أسماء وأشخاص، لدينا رسائل، لدينا إلى غير ذلك. نحن نتمنى النظر إلى القضية في جانب إنساني لليمن. عندما تحدث اليمن كجانب إنساني، نحن نعم. نتحدث عن وضع استثنائي، نحن نتحدث عن أوجاع يعيشها اليمنيون في الداخل، واليوم بدأت تتراكم عن أوجاع موجودة في المهجر. اليوم اليمنيون يعيشون تغريبة حقيقية. أخي اليمني الذي يصل إلى أوروبا، ما الفرق بينه بهذا الأمر؟ يصل إلى أوروبا يحصل على كافة حقوقه، وأول شأن يلم له أسرته. أنا نتحدث عن حقوق إنسان يجب أن تراعى بأبسط الحقوق. أما أن المملكة العربية دولة ذات سيادة، فهي دولة ذات سيادة، ومن حقها أن تصدر التشريعات، ومن حقها أن تنظم العمل، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان. نعم. وبالذات الإنسان. نعم. في الظروف الاستثنائية. ربما أستاذ توفيق، هذه النقاط التي ذكرتها مهمة جدا، لكن أيضا هناك يعني واجب كبير من الحكومة الشرعية أن تتحرك في هذا الجانب، تتخاطب مع الحكومة السعودية من أجل إيجاد حل. مثل هذه القضايا تتحرك، تتطلب تحرك جاد. الحكومة اليمنية للأسف الشديد تعيش في وادي آخر. كانت قضية عبير الرداعي في تركيا تتطلب من السفارة وزارة الخارجية القعود مع الجانب التركي على سبيل المثال، ومناقشة كافة قضايا الطلاب اليمنيين الذين كانوا يدرسوا في جامعات لها ارتباط بزعيم الانقلاب عبد الله جول إلى غير هذه فتح الله جولن. عبد الله جولن كان طلب أيضا من الحكومة مبادرة سريعة. اليوم اليمنيين في الهند، بدل السفارة أن تقوم بحل مشاكل الطلاب في دولة الهند، تقوم باستدعاء الشرطة ووضعهم داخل المعتقلات. أيضا الآن داخل المملكة العربية السعودية، الحكومة موجودة داخل المملكة العربية السعودية. نعم. وبالتالي عليها أن تقدم مبادرات وأن تسعى. نحن وأيضا موجود في كثير من الدول. أخي والله لدينا قصص من الإمارات داخل المملكة، من كثير من الدول مروعة. أصبح اليمني أشكرك أستاذ توفيق. يعني بلا عائلة. نعم نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق الحميدي، وإن شاء الله يكون صوتك ورسالتك قد وصلت وساهمنا بشكل أو بآخر في نقل معاناة اليمنيين سواء في السعودية أو في بلدان العالم. ونتمنى من وزارة الخارجية على وجه التحديد أن تكون فعلا عند مستوى المسؤولية، وأن يعني تعمل حلول عاجلة وسريعة لكل المشاكل التي تطال اليمنيين سواء في السعودية أو في تركيا أو في كل بلدان العالم. شكرا لضيوفي الذين شرفونا في هذه الحلقة، كان معنا عبر السكايب من فيينا الناشط الحقوقي توفيق الحميدي، الشكر أيضا للمتحدث باسم مصلحة الجوازات السعودية المقدم طلال الشلهوب، وكذلك للناشط المهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف كان معنا من جدة،
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في الختام تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة، السلام عليكم.